في مدينة الغردقة وتحديداً في الممشى السياحي بيتم الاستعداد لتنظيم معرض فني لأعمال الفنانين التشكيليين اللي بتتناول حجر رشيد. ده بيتم احتفالاً بالذكرى المئوية الثانية لفك رموز حجر رشيد ضمن كرنفال مصر الدولي للفنون بالغردقة. معانا دلوقتي الفنان محمد حميدة منسق كرنفال مصر الدولي للفنون عشان نتعرف منه على كل التفاصيل. يا أستاذ محمد صباح الخير. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ يا اهلا بيك، بخير الحمد لله. عايزين نتكلم مع حضرتك في البدايه عن الاعمال اللي بتتم والاستعدادات التي سيتم تنفيذها ضمن كرنفال مصر الدولي للفنون. كرنفال مصر الدولي للفنون ده يعني جاي في وقت جميل جدا ان احنا بنحتفل بالمئويه لاكتشاف علم المصريات اللي هو عن طريق حجر رشيد. وطبعا احنا اليومين دول عارفين ان في حمله اعلاميه قويه جدا، وده حقنا ان احنا نستعد حجر رشيد. فانا بشتغل من خلال كرنفال مصر الدولي للفنون في الغردقه من 25 ل 30 الشهر الجاري، ان انا عندي 40 فنان جاي من اوروبا، من دول اوروبا كلها تقريبا، وبجانب اخوانهم من الفنانين المصريين. فاحنا هنقدم حجر رشيد يعني مجسم لحجر رشيد من الفايبر جلاس، هيتقدم لكل فنان ويصيره تشكيليا، يعني هو يحط رؤيته التشكيليه على هذا الحجر علشان يبقى عمل فني وسط الممشى السياحي، الورشة هتقام وسط الممشى السياحي. وطبعا هو ده مقصود يا فندم انه نكون الوقت جاي مع وقت الاحتفال بالمئويه الثانيه على اكتشاف حجر رشيد؟ والله انا في تنسيق مع هيئه ارشاد السياحه ومباحثات من فتره كبيره مع الاستاذ عمرو القاضي رئيس هيئه ارشاد السياحه، بان احنا بنتعاون في تنظيم فعاليات، وهم مؤمنين يعني بنشاط الاشتراكه وفي تنظيم الفعاليات. هي سبحان الله جايه بالصدفه، يعني الاحتفاليه دي جايه بمناسبه، يعني جايه بالصدفه مع حجر رشيد. احنا عاملين اصلا قيمه للكرنفال الأعمدة المصريه، الأعمدة السبعه للشخصيه المصريه. وده كتاب معروف للكاتب الراحل مات عنا. احنا بنستغل كل فعاليه بننظمها عن طريق ان احنا بنضيف قيمه مصريه للمهرجان. طيب عايزين نعرف من حضرتك جدول اعمال الكرنفال هيكون عامل ازاي؟ ايه الفعاليات اللي هتقام؟ الفعاليات من في الوفود الاجنبيه، عندنا دول كتيره جايه، تركيا، انجلترا، السويد، العراق، حوالي 20 دوله بالفعل، وحجز طيرانهم هيوصلوا 25، هيتم تسكنهم في فندق الراعي في وسط الممشى. وبعد يوم 26 لغايه يوم 30 هتكون ورشه كل يوم في الفترة المسائية وسط الزوار، وسط زوار الممشى السياحي من الفنادق المحيطة بالورشة. ده هيبقى يوميا بيتناولوا أعمالهم الفنية وتجاربهم الفنية في لوحات تشكيلية ومجسمات وحجر رشيد اللي احنا بنجهزه دلوقتي كماكيت عشان يرسموا عليه. وبعد كده يوم 1 أكتوبر هيبقى طبعا في مناسبه كمان قويه جدا جايه بردك، كل حاجه يعني جايه وقت جميل جدا، ان احنا بنحتفل في العالم كله بيوم 27 سبتمبر بيوم السياحه العالمي. فالتواجد 40 فنان في الممشى السياحي من 20 دوله اثناء يوم 27 ده حاجه كويسه جدا بردك، ان احنا بنوصل عن طريق صفحاتهم ووسائلهم التسويقية بتاعت كل فنان ان هو موجود في الغردقة وبيمارس بيمارس الفن بتاعه زي هواية، زي فريق كورة جاي يمارس يتدرب او كده. فالفنانين التشكيليين بيوصلوا رسائل مهمة جدا عن مصر، رسائل سياسية وأمنية وسياحية وثقافية، وان شاء الله يعني هيبقى حاجة مشرفة. وارجو ان يبقى في كاميرا ليكم مراسله يوميا يعني تصور كل اللي بيحصل ان شاء الله، نكون موجودين معاكم باذن الله. صحيح، يمكن الكرنفال ووجوده في الغردقه يعني خطه للترويج السياحي، وخصوصا لما يكون في موجود في مدينه زي الغردقه ومع تواجد كمان ضيوف مصر الكرام اللي جايين من كل الدول اللي حضرتك ذكرتها. والله بصي حضرتك، الغردقه كمان عشان توجد كويس ان يبقى رفع كفاءه الغردقه، فاحنا تقريبا مسؤولين في الغردقه بما فيهم سياده محافظ مهتم جدا برفع كفاءه الغردقه. فعندنا دلوقتي ممشى طوله 12 كيلو اتعمل يعني كتب من امين والى، ومفروض نفتتحه بعد اسبوع تقريبا. الممشى ده يعتبر اكبر متحف دولي مفتوح للنحو، في حوالي
105 مجسم تشكيلي على طول الممشى. فالاهتمام بالسياحه الثقافيه، الاهتمام بسياحه الترويج السياحي للمقاصد السياحيه زي الغردقه ومثيلاتها من المدن السياحيه المصريه المحترمه، فعن طريق الفنانين، عن طريق استضافه مثقفين، ده مهم جدا. ما نعتمدش على اللي هو التسويق السياحي العادي يعني. صحيح، ودي فرصه كويسه بالفعل للترويج للسياحه. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الفنان محمد حميده، منسق كرنفال مصر الدولي للفنون.